التحليلية من الميادين، فلسطينيو 48 يحيون ذكرى النكبة. 73 عاماً من احتلال فلسطين، يبدو أن إسرائيل تخشى الذاكرة الفلسطينية الحية أكثر من أي شيء. البيت الأبيض يقر بضبابية تقرير للاستخبارات الأمريكية حول روسيا. على مدى عام روجت واشنطن أن موسكو دفعت الأموال لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، فأي مصداقية بقيت للولايات المتحدة؟ توتر بين الحكومة الباكستانية وحركة لبيك التي تطالب بقطع العلاقات مع فرنسا. هل تنجح الحكومة في احتواء الأزمة الداخلية من دون الإضرار بعلاقاتها الخارجية؟ وفي قضية اليوم، من الشيخ عبد القادر الحسيني إلى سناء محيدلي وباسل الأعرج، مكتب المرشد خامنئي يدعو إلى تلاوة القرآن لشهداء فلسطين. أبعد من رمزية الخطوة، تشديد على مركزية واستراتيجية القضية الفلسطينية. هي رحلة عودة تتجدد نحو قرى هجروا منها، هكذا يحيي الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة عام 48 ذكرى النكبة تحت شعار استقلالهم نكبتنا. أما في القدس فمجددا يحرق نشطاء من حركة ناتوري كارتا العلم الإسرائيلي ويحاولون رفع العلم الفلسطيني. إنها ذكرى النكبة 73، فما الذي تحمله من معان مختلفة هذا العام؟ نتابع ثم نحلل. طوال عقدين تقريبا تحت الحكم العسكري، لم تكن باستطاعة الفلسطينيين المهجرين زيارة بلداتهم إلا في اليوم الذي تسميه إسرائيل بيوم الاستقلال، حيث يسمح لهم بالتنقل من دون تصريح. فلسطين عربية، فلسطين. استقلالهم نكبتنا، حفرت هذه المقولة في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، ففيما يحتفل الاحتلال يحيونهم ذكرى نكبتهم. الأجيال اللي جاي تحمل هاي المفاهيم الوطنية وتترسخ فيها، لأنه احنا بنواجه سياسة الأسرلة وتذيب هويتنا، فهذا مهم جدا. أنا حفيد مهجر من اللجوان، أنا هون جاي أكد إنه إحنا إلنا حق عودة، إحنا حق العودة إحنا بنتوارثه جيل بعد جيل، يعني من سيدي لأبوي لإلي لأولادي بالمستقبل. راجع راجع راجع. على أرض قرية اللجون المهجرة بالقرب من مرج ابن عامر، أقيمت إحدى مسيرات العودة لهذا العام، فشواهد القرى راسخة في وجدان أصحابها عبر الأجيال. يا بلاد لن عدنا كما كنا، زينت يا بلاد بالورد والحنة، يا دار العز وين أهلك هالملاح، نتذكر مكاعدهم هالملاح. وهنا قرر أهالي قرية مسك في السهل الساحلي إقامة إفطار رمضان في أرضهم المسلوبة. بكيت دموع تعميت عيوني، بكيت دموع على فراك البلاد، صار يجري يهود يطخوا على البلد، يكفوا على هذيك الظهرة بكلوا الشيخ رسلان وطول طخه، بكو هاند بركة بيارة بكلوا لها بيارة عبد اللطيف صلاح، يكفوا هناك ظهرة وطول طخه على البلد. سيد وست كانوا من بلد اسمها مسكة، وأنا بحب كثير هذه البلد، سوف نعود يوما ما. كانت صبية في عمر العشرين عندما تهجرت، وما زالت تستهدي في حياتها بنور العودة التي لا بد منها. هناء محميد، قرية مسك المهجرة، الميادين. ومعنا هناء محميد مراسلة الميادين. هناء، لماذا يختار الفلسطينيون في الداخل إحياء ذكرى النكبة بالتزامن مع ما يسمى بعيد الاستقلال في إسرائيل؟ وهل ما زال يشكل العلم الفلسطيني قلقا للإسرائيلي؟ بالطبع، بكل تأكيد محمد، العلم الفلسطيني هو رمز للهوية الفلسطينية وللتجذر الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، وبالتالي هو لا يزال يشكل يعني عبء
وكابوس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. لذلك يلاحظ كل من يرفع هذا العلم، وهذا يعني نشهده طيلة الوقت إن كان في شوارع القدس المحتلة أو في كل البلدات الفلسطينية. يعني قبل أيام قليلة كانت هنالك تظاهرة فلسطينية أمام مركز للشرطة في مجد الكروم، والتظاهرة كانت تحت شعار يعني محاربة تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع ملفات الإجرام، ولكن لأن الشبان رفعوا العلم الفلسطيني قامت الشرطة مباشرة قبل بدء التظاهرة باعتقالهم ويعني الاعتداء عليهم. بالعودة إلى موضوع إحياء ذكرى النكبة، لماذا في هذا اليوم بالتحديد؟ إضافة إلى إحياء ذكرى النكبة في 15 من أيار يعني مع باقي الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، لأن إسرائيل تعمدت خلال عقدين تقريبا على قطع هذه الصلة الوثيقة بين الفلسطيني المهجر في الداخل في الأراضي المحتلة عام 48 والقرى. يعني بالأمس أخبرتنا الحج صفي التي تظهر في التقرير بأنهم منعوا 5 سنوات متواصلة من العودة إلى بلدتهم وزيارة بلدتهم، رغم أنهم بعيدون يعني 2 كيلومتر تقريبا فقط عنها، ومن كان يتجرأ للعودة إليها وزيارتها كان إما يعتقل وإما حتى يقتل. نعم. هم عمليا يحيون هذا اليوم بالتحديد ليقولوا لإسرائيل نحن نذكر نحن نتذكر، رغم كل السياسات لطمس هويتنا لتغيير الأسماء لتسرلة المناهج وما إلى ذلك. اسمحي لي أشرك هنا مراسل الميادين في إسلام أباد بكر يونس. بكر، باكستان كقوة كبيرة في العالم الإسلامي، ماذا تعني لها القضية الفلسطينية؟ ما هو حد الالتزام بالقضية الفلسطينية من قبل إسلام أباد؟ باكستان ترى بأن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية في الصراع الدولي، وأن على باكستان أن تقوم هي والدول العربية بإعطاء الشعب الفلسطيني حقهم، وأن باكستان لن تقبل ولا تقبل بأي من العلاقات مع دولة إسرائيل ولا بما يسمى بالتطبيع حتى يرضى الشعب الفلسطيني ويأخذ كامل حقوقه. هذا ما صرحت فيه باكستان في أكثر من موقف، ومن أيضا حتى بعد التطبيعات الجديدة التي تحدثت من بعض الدول العربية كانت باكستان رافضة لكل أنواع التطبيع. لابد أن أضيف نقطة، أن هم اللي هو يعني الإسرائيليون لم يستقلوا في فلسطين وإنما هم احتلوا فلسطين. لذلك باكستان ترى بأن ما تقوم به دولة إسرائيل هي مشابه لما تقوم به أيضا الهند في احتلال كشمير التي تقع تحت الآن تحت سيطرة عسكرية للهند. هناء محاميد، تزامنت المراسيم الإسرائيلية للاحتفال بما يسمى بعيد الاستقلال مع قمع واضطهاد للفلسطينيين خصوصا في القدس المحتلة، هذا كيف يقرأ؟ وعندما يحرق علم إسرائيل الشق الثاني من السؤال من قبل مناهضين للصهيونية، ما تأثير هؤلاء في داخل فلسطين المحتلة؟ أولا، المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين هي معركة وعي وليست معركة يعني حرب فقط. يعني من يصمد في هذه الحرب أيضا من يصمد في وعيه وفي تجذره وفي تطلعاته نحو المستقبل. بالتالي إسرائيل مثلا في القدس المحتلة خصوصا بالتزامن مع يعني أيام رمضان الأولى حاولت جاهدة أن تقمع أي صوت عربي يدلل على أصالة هذه المدينة هويتها العربية الإسلامية. فكان بالتزامن مع مثلا إحياء ما يسمونه هم بإحياء ذكرى قتلى المعارك الإسرائيلية في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى والتي يطلقون عليها اسم ساحة المبكى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع يعني أسلاك وأشرطة مكبرات الصوت من المسجد الأقصى ومنع الأذان في عدد من مآذن المسجد الأقصى، لأن ذلك كان يتزامن مع إحياء هذه المناسبة لديهم وحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية. إذن إسكات الصوت العربي الإسلامي المسيحي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، لأن هذا الصوت هو تعبير عن الوجود الفلسطيني المتجذر والأصيل والمتواصل أيضا في داخل المدينة، وهذا أيضا نشهده من خلال قمع كل يعني معالم الاحتفال بشهر رمضان. بالنسبة لناتوري كارتا وكل التيارات المناهضة للصهيونية في إسرائيل، نتحدث عن تيارات صغيرة جدا ولكنها مهمة. نعم. أيضا لأنها تحدث هذا الخرق في داخل الوعي الإسرائيلي. طيب. وأيضا تؤثر على الرأي العالمي محمد بشكل أو بآخر.
في حزيران يونيو الماضي صدر تقرير عن الاستخبارات الأمريكية يتهم روسيا بعرض مكافآت على مسلحين من طالبان لقاء رأس كل جندي أمريكي. كان هذا قبل عام في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية بين جو بايدن ودونالد ترامب. اليوم يخرج البيت الأبيض ليقر بضبابية التقرير وبعدم مصداقية المصادر التي استند إليها. إذن لماذا صدر التقرير أصلا؟ نتابع ثم نحلل. لم يكن تعرض هذه الآلية الأمريكية لكمين نفذته عناصر حركة طالبان في أفغانستان سوى عملية مدفوعة الأجر من قبل روسيا لتصفية الجنود الأمريكيين هناك. هذه الصورة تمثل اختصارا لتقرير صدر عن الاستخبارات الأمريكية عام 2019 واتهم موسكو بدفع مكافآت مالية لطالبان ثمنا لكل رأس جندي أمريكي. جهاز الاستخبارات الأمريكية الذي يعد من بين الأقوى عالميا من المفترض لمعلوماته وتقاريره أن تكون موثوقة وذات مصداقية، إلا أن التشكيك بتقاريره جاء من الداخل هذه المرة. البيت الأبيض أقر بضبابية هذا التقرير، ولعل تعابير وتلعثم المتحدثة باسم البيت الأبيض تختصر حجم الإرباك الحاصل. هناك تقييم متدن إلى متوسط حول التقارير، لذا رأينا أنه من المهم أن تطلع استخباراتنا عليها، وبالطبع لن نقف جانبا ونقبل التعرض لأفرادنا من أي أطراف ولاسيما ممثلي دولة أجنبية. تزامن تصريحات البيت الأبيض وحملة العقوبات الواسعة على روسيا يطرح تساؤلات حول إمكانية استغلال البعض لهذه التقارير الفاقدة ربما للمصداقية لمعاقبة روسيا وغيرها من البلدان وتشويه صورة أنظمتها. استغلال لم يكن لأهداف خارجية فقط كما يظهر توقيت نشره الذي تزامن مع إحدى أشرس المعارك الانتخابية بين الرئيس الحالي والرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020. أكبر المتضررين كان ترامب الذي أثار نشر التقرير احتجاجا عارما ضده من قبل الديمقراطيين وأعضاء آخرين في الكونغرس، حيث وصفه بعضهم بحسب صحيفة ديلي بيست الأمريكية بدمية بوتين. القطبة المخفية حول التقرير ربما تتعلق بوجود نية لعدم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، فالبيت الأبيض يؤكد أن بايدن غير مستعد للتراجع عما جاء في التقرير بالكامل، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية اتخاذ التهديدات الروسية التي ذكرها التقرير ذريعة للإبقاء على بعض القواعد العسكرية في أفغانستان. مراسلنا في واشنطن محمد كريم، لماذا إذن صدر هذا التقرير أولا؟ ثانيا، ألهذا الحد باتت تقارير الاستخبارات الأمريكية أو الجهات الأمنية غير قاطعة وتعتمد على معلومات مغلوطة لهذا الحد؟ محمد، تقارير الاستخبارات الأمريكية بشكل عام هي تقارير مسيسة، خصوصا المنشور من هذه التقارير. لماذا؟ لأنه يأتي خدمة لمصالح مراكز قوى معينة، يعني منذ حرب فيتنام مرورا بحرب العراق وليبيا وسوريا ووصولا إلى القضايا اليوم المرتبطة بروسيا، هي كانت واضحة عدم دقة المعلومات التي ترد على هذه أو ترد في هذه التقارير. لكن لماذا تصدر هذه التقارير؟ هذه التقارير بطبيعتها هي تحاول تحشيد الرأي العام في الداخل الأمريكي بهدف الحصول على مزيد من الدعم باتجاه قضية وتوجه سياسي معين بما يخدم المصلحة الأمريكية. ومن هنا يأتي دور الرئيس بغض النظر عن انتمائه الحزبي، سواء كان رئيسا جمهوريا أو حتى رئيسا ديمقراطيا، في الترويج والتسويق لهذه التقارير إلى الرأي العام العالمي. وهذا كان واضحا إذا ما استعرضنا عدد من الأمثلة، بدءا من حرب العراق واحتلاله عام 2003. تقارير الاستخبارات الأمريكية تحدثت عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ثم تبين كذب هذه التقارير. أيضا إصرار اليوم التقارير الاستخبارات الأمريكية على امتلاك الحكومة السورية أسلحة كيميائية، وهذا الموضوع حتى الآن لم يثبت بالأدلة الواضحة أو القاطعة كما جرى أيضا مع العراق. وأيضا هذا التقرير الأخير محمد هو جاء منسجما مع رغبة القيادة العسكرية والقادة العسكريين بشكل عام في وزارة الدفاع البنتاغون بإطالة أمد الحرب في أفغانستان. هناء محاميد،
جيش الاحتلال الإسرائيلي الموساد باقي الأجهزة الأمنية هي أيضا تصدر تقارير وتعمل وفق هذه التقارير، وما تحدث الآن به محمد وهذا الموضوع يدفعنا للسؤال حول مصداقية هذه التقارير والمعلومات التي تستند عليها، كيف؟ الصورة يعني شبيهة جدا بأيضا الصورة في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن جيش إسرائيلي وأيضا أجهزة استخبارية إسرائيلية يعني بوسعها أن تقوم بأي شيء من أجل أن تخوض الحروب النفسية، من جهة أن تشعل يعني تفتعل وقائع من أجل أن تشعل جبهات معينة في توقيت معين يفيد هذه المنظومة العسكرية الإسرائيلية أو المنظومة السياسية الإسرائيلية، كذلك تشويه الجبهات المقاومة وتضخيم قوة الجيش الإسرائيلي. هذا نراه ونشهده من الدوائر الصغيرة وحتى الدوائر الأوسع، يعني عندما نتحدث عن ملاحقة أفراد في بعض الأحيان وصياغة تقارير استخبارية حول ملفاتهم وتورطهم في قضايا معينة تكون يعني سطحية أو تكون غير دقيقة، وفي قضايا أهم من ذلك يعني نرى بأن يتمخض الجبل فيلد فأرا، يعني عندما تصدر تقارير إسرائيلية عن مثلا مسألة تخص نقل جرحى إسرائيليين للتمويه المقاومة في لبنان، واضح. أو مثلا طيب. استهداف لنكتفي بهذا القدر رجاء حتى نعود لمحمد كريم ونسأل إن كان البيت الأبيض وفق ما يعني شاهدنا قبل قليل يقر بضبابية هذا التقرير وبأنه المعلومات مغلوطة، إذن لماذا بنى عليه وهناك عقوبات فرضت على روسيا فيما يخص روسيا هذا، وهناك أيضا حالات مشابهة مع دول أخرى؟ نعم محمد، مسألة يعني هنالك عداء مؤسساتي لروسيا داخل الولايات المتحدة وهذا أمر واضح لا شك فيه ولا لبس فيه. لماذا؟ لأن روسيا بطبيعة نظامها الاشتراكي السابق، روسيا لما تمثله من قوة عسكرية دولية موازية إلى حد ما للقوة الأمريكية، ومن هنا ينم هذا العداء. وهذا العداء هو بطبيعته محمد متوارث لدى كل الإدارات الأمريكية لربما. وعندما تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب عن غلو أجهزة الاستخبارات الأمريكية وعن تقاريرها الكاذبة وكيف وصفها بأنها خدعة، تعرض ونتذكر حجم الضغوط الهائلة التي تعرض لها والتي وصلت إلى حد تقرير التقرير الشهير والمطول تقرير مولر والتحقيق مولر الذي استمر لقرابة 4 سنوات طيلة فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي بعد ذلك أثبت عدم صحة مزاعم تورط حملة ترامب الانتخابية مع الروس. وبالتالي هنا لكن لو تحدثنا بعجالة عن توقيت هذا التقرير، هو يأتي في خضم قضايا الآن مترابطة، لربما الحوار الأمريكي غير المباشر مع إيران، الانسحاب الأمريكي من البحر الأسود، وما تمثله من استراتيجية للإدارة الراهنة إدارة بايدن، والتي هي بطبيعة الحال محمد تمثل امتدادا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في العداء لروسيا والصين. وبالتالي كل هذه التقارير هي تأتي خدمة لمصالح هذه القوى المعنية داخل الولايات المتحدة. ما زال التوتر الداخلي في باكستان مستمرا بين أنصار حركة لبيك باكستان والحكومة، تصر الحركة على طرد السفير الفرنسي وعلى قطع العلاقات مع باريس على خلفية الرسوم المسيئة للرسول التي أعيد نشرها العام الماضي. في المقابل تقرر الحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعي على نحو مؤقت مع استمرار الاحتجاجات، فكيف ستنتهي هذه القضية؟ نتابع ثم نحلل. بعد أيام من الإغلاقات التي قام بها أعضاء حركة لبيك في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب تنديدا باعتقال رئيس الحركة سعد رضوي، يخرج رضوي إلى أنصاره بخطاب من داخل مقر اعتقاله مطالبا إياهم بالتوقف عن التظاهرات بشكل كامل، وأنه سيتوصل إلى حل سياسي مع الحكومة في أسرع وقت في محاولة لتهدئة الأوضاع الداخلية. هناك أزمة تواجهها الحكومة، فحركة لبيك مسجلة لدى لجنة الانتخابات ومعترف بها كحزب سياسي ولها أنصارها الكثيرون. ما يحدث الآن هو أزمة يصعب الخروج منها بمجرد الحظر وإيقاف أتباع الحركة.
وكانت مواجهات قد اندلعت بين الحكومة وأنصار حركة لبيك الذين أغلقوا طرقا رئيسية في مدينتي لاهور وراولبندي اعتراضا على قيام الحكومة باعتقال زعيم الحركة وتقديم طلب إلى برلمان لسحب صفة حزب سياسي عن الحركة واعتبارها خارجة عن القانون بعد مطالبتها بإخراج السفير الفرنسي من باكستان وقطع العلاقات بشكل كامل مع باريس على خلفية إصرار أسبوعية شارل إبدو على نشر صور مسيئة للنبي محمد. ما تقوم به حركة لبيك يسيء إلى صورة باكستان. نحن نعمل على حظر الحركة لإثبات صلاحياتنا في اتخاذ القرارات، فنحن لا نقل عن الحركة في حبنا للنبي محمد، ولكن يجب عدم التعامل مع الملف بهذه الصيغة. وعمدت الحكومة الباكستانية إلى عدة إجراءات لثني حركة لبيك عن حشد المواطنين في مظاهرات كبيرة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي، حيث قامت بإغلاقات مؤقتة لمواقع التواصل الاجتماعي وحظر منشورات تدعو إلى الانضمام للاعتصامات في المدن، ما يشير إلى تصاعد الأزمة الداخلية في ظل غياب أي اتفاق يرضي الحركة وأنصارها من دون الإساءة إلى علاقة باكستان بفرنسا. تتحرك الحكومة بشكل متسارع لاحتواء الأزمة عبر السعي لتشتيت قوة حركة لبيك، إلا أن الحركة تحظى بتأييد شعبي يرفض الإساءة إلى النبي الأكرم ويعتبر الأمر خطا أحمرا لا يمكن السكوت عليه، لا سيما وأن الأسبوعية الفرنسية تتذرع بالحرية لتبرير إساءتها. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. زميل بكر يونس، بالتالي الخلاف يتطور في الشارع الباكستاني، باكستان إلى أين؟ وهل الحكومة في مقدورها السيطرة على الأوضاع أم أن الأوضاع تفلت؟ في الحقيقة بإمكان الحكومة أن تسيطر على الأوضاع إذا ما استطاعت أن تلبي ولو شيئا بسيطا من مطالب المتظاهرين، ولكن في نفس الوقت سيكون هذا الأمر ثقيل جدا على الحكومة الباكستانية أن تقوم بطلب يعني من الحكومة الفرنسية أن تقوم بمحاكمة المسؤولين والمحررين في صحيفة شار إبدو، وهذا ما تطالبه تطالبها أيضا جماعة لبيك. هم يقولون بأن الحكومة الباكستانية إذا لا تستطيع أن تقوم بالتوقف وإيقاف بشكل كامل علاقتها بفرنسا، فعليها إذن أن تقوم برفع قضية دولية اتجاه هذه الصحيفة واتجاه أيضا الحكومة الفرنسية التي تسمح لها بنشر مثل هذه الإساءة للرسول محمد. هنا هذه إشكالية. من جهة أخرى، هذا الحزب التي كانت حركة سياسية حركة شعبية قبل ذلك تحول إلى حزب سياسي، وذلك بدعم من الحزب الحاكم الآن وهو حزب الصف الذي كان قبل ذلك في المعارضة، وكان يدفع هذا الحزب للقيام بالعديد من التظاهرات ضد الحكومة السابقة، حكومة نواز شريف. إذن هذا الحزب من المفترض أن يكون حزب موالي للحكومة الباكستانية، ولكن كما نرى الآن هو حزب معارض للحكومة ويتجه ضد الحكومة. إذن هناك بالفعل إشكالية للحكومة الباكستانية في الشأن الداخلي يصعب السيطرة عليها في حتى هذا الوقت. محمد كريم، واشنطن، كيف تنظر إلى ما يدور في باكستان وكيف ستتعامل مع البلاد على أساس هذه الأحداث؟ ما هي الاستراتيجية؟ محمد، الولايات المتحدة طبعا لم تصدر أي موقف بشكل رسمي واضح حتى الآن إزاء الأحداث الراهنة التي تجري في باكستان، لكن الاستراتيجية الأمريكية تجاه باكستان هي واضحة بلا شك، هي ممارسة أقصى الضغوط، ولربما يمكن القول أنها ضغوط شرسة لا سيما الاقتصادية منها على باكستان بسبب مواقفها خصوصا من القضية الفلسطينية وعدم موافقتها على قضية التطبيع إلا بعد استرداد الفلسطينيين لحقهم، وكان هذا واضحا من مطالبة السعودية والإمارات الحليفين الوثيقين للولايات المتحدة لباكستان باسترداد مليارات الدولارات التي كانت لدى باكستان على شكل قروض. وأيضا الضغط الأمريكي مستمر على باكستان بهدف الحيلولة ومنع إسلام أباد من أي تقارب لربما قد يحصل ما بينها وبين إيران من جهة وما بين الصين من جهة أخرى. وأيضا لا يمكن أن ننسى الوضع في أفغانستان والانسحاب الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة أيضا، وبالتالي تمارس ضغوط أخرى على باكستان بهدف يعني ضمانة عدم تعرض الجنود الأمريكيين لأي هجوم من قبل طالبان. وهذا أيضا بحد ذاته يعني موضوع مهم نسأل عنه بكر يونس. بكر، هناك أنباء عن تأييد حركة طالبان لحركة لبيك باكستان، بالتالي كيف يفسر هذا بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي القريب في نية الولايات المتحدة من أفغانستان؟ نعم، بالفعل هذا الأمر أيضا يذكرنا بأحداث 2007 عندما قام الجيش الباكستاني بفض اعتصام كان في مسجد ما يسمى بمسجد الأحمر،
وأيضا قامت حركة طالبان من بعدها بالانضمام لأعضاء المجلس وشن هجمات مختلفة على الشرطة الباكستانية وعلى الجيش الباكستاني وعلى مواقع للحكومة الباكستانية. إذا نرى الآن مجددا رجوع قوة حركة طالبان في أفغانستان وفي المنطقة بأسرها، يعني بأن حركة طالبان تستطيع بالفعل أن تقوم بمد الحركات الإسلامية المختلفة في هذه المنطقة، لا سيما الحركات التي لها قاعدة شعبية كبيرة كمثل حركة لبيك التي الآن لديها بالفعل قاعدة شعبية كبيرة ودعم معنوي من قبل الشعب الباكستاني. شكرا جزيلا لك بكر يونس، محمد كريم وهناء محاميد. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم. لنتلو القرآن لشهداء فلسطين، حملة يطلقها مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في شهر رمضان، من الشيخ عبد القادر الحسيني إلى سناء حيدلي وباسل الأعرج وغيرهم، شهداء من مختلف الانتماءات الدينية والمذهبية والعقيدية ارتقوا على طريق القدس. ربما في الشكل هي خطوة رمزية، لكن في دلالتها ما له علاقة بمركزية واستراتيجية القضية الفلسطينية في دائرة الاهتمام الإيراني. إذن حملة لتلاوة القرآن لشهداء فلسطين أطلقها مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، فيما بعض أنظمة التطبيع تهنئ إسرائيل باستقلالها المزعوم. نتابع ثم نحلل. لأني رايح أنفذ هالعملية اللي اخترت أنا. أجيب أنا عنكم، فلتبحثوا. هؤلاء استشهدوا على طريق فلسطين من مختلف المشارب. إسلامي هو الشهيد عبد القادر الحسيني، قومية سورية هي الشهيدة سناء حيدلي، وآخر يساري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو الشهيد باسل الأعرج. جميعا التقوا في نقطة محددة وهي طريق فلسطين. شهداء هذه الدرب أراد المرشد الإيراني علي خامنئي مع بداية شهر رمضان المبارك تكريمهم روحانيا عبر حملة اقرأ القرآن وإهداء آياته لأرواحهم وأرواح شهداء قضوا على طريق فلسطين. المرشد أراد ببساطة تذكير العالم بخلود قضيتهم وبأن قضيتهم ثابتة وحاضرة، والأهم أراد الترفع عن كل الانتماءات والانقسامات والهويات والجنسيات والمذاهب والحدود الجغرافية واللقاء في نقطة مشتركة وجامعة وواضحة أيضا، وهي المقاومة والشهادة على درب فلسطين. هذا ميدانهم، هذه ساحتهم، هذه خطباتهم وشعاراتهم. فلا عجب أن تكون فلسطين وشعبها ومقاومتها ومناصروها ومن قضوا على طريقها قضية عادلة وحرة لا مساومة عليها. إيران المحاصرة، وبالرغم من كل الضغوط والعقوبات والحروب عليها من كل حدب وصوب، بقيت فلسطين لديها قضية ونهجا ومبدأ ثابتا ومعيارا أخلاقيا. مقابل هذا السلوك الوحدوي نرى في المقلب الآخر دولا لم تحارب أصلا ولم تتعرض يوما لأبسط أنواع الحصار تهنئ الاحتلال بعيد كيانه المغتصب واستقلاله المزعوم، كيف لا، وهي الدولة نفسها التي قدمت للعدو على طبق من ذهب أكثر مما طلبه العدو نفسه. هكذا إذن في أجواء ذكرى النكبة نستحضر بعض أرواح الشهداء على طريق الوحدة، فيما يعطي آخرون وجها آخر للنكبة، نكبة التطبيع والتدبيع. نرحب بالمشاركين في قضية اليوم، محلل الميادين للشؤون العربية والإقليمية ملحم ريا، ومحلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، ومحلل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين. ملحم، هذه الخطوة
هي بشكلها رمزية، بظاهرها رمزية، لكن في عمقها هناك دلالات سياسية واستراتيجية. حدثنا عن هذه الدلالات، ماذا تحمل؟ هذه الخطوة إلا أن فيها مضامين سياسية ورسائل عديدة، خاصة في توقيت كهذا حيث تجري المحادثات بين إيران وبين الدول الغربية لإحياء الاتفاق النووي، وبعض الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تعديل هذا الاتفاق ليشمل بنود أخرى، ومن هذه البنود كما صرح بعض المسؤولين الأمريكيين هو تغيير سياسة إيران في المنطقة، تحديدا تجاه القضية الفلسطينية. بالمناسبة كان هذا أحد الشروط التي وضعتها إدارة ترامب، تحديدا وزارة خارجية بومبيو، بعد انسحابها من الاتفاق النووي ورفضتها إيران جملة وتفصيلا. إذن من بين هذه المضامين هو التأكيد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة لإيران، هي ثابتة لا يمكن أن تتراجع أو تتنازل عنها إيران مهما دفعت الأثمان أو بلغت الأثمان التي تتكبدها جراء دفاعها عن هذه القضية. بالمناسبة لولا دعم إيران لهذه القضية لما كانت العقوبات الأمريكية على إيران موجودة أصلا. أيضا تشير هذه الخطوة في الحقيقة إلى أن يعني إيران تتخطى حقيقة المنافع والمصالح السياسية والاقتصادية من وراء دعمها للقضية الفلسطينية، على عكس ما يروج أو تروج الدعاية المعادية لإيران لإفقاد هذا الأمر من جوهره، خاصة أن هذا الأمر أيضا يتجاوز كل الحدود العقائدية المذهبية الطائفية، وهذا حقيقة بالتحديد يشكل خطرا على المشروع الإسرائيلي والأمريكي. نعم. الذي يحاول زرع الفتنة القومية والطائفية والعرقية في المنطقة لتشتيتها وتصفيتها. لنسأل ناصر، يعني هذه الحملة لتلاوة القرآن هي لكل شهداء فلسطين، لكن هناك يبدو دلالة لبعض الأسماء التي ذكرت. أنا سأسأل قاسم عز الدين عن سناء محيدلي، لكن أسألك عن الشهيد باسل الأعرج، ماذا يمثل هذا الشهيد بالنسبة إلى الشباب الفلسطينيين، وما هي الرسالة من ذكرى وإظهار هذا الاسم والتذكير به؟ تحياتي محمد. الرسالة واضحة من عبد القادر الحسيني 48 لسناء محيدلي في صيدا، لباسل الأعرج في رام الله، المثقف اليساري الذي أعلن بأنه المثقف الحقيقي هو من ينتشق السلاح، رغم أنه لم يقتل أي جندي إسرائيلي إلا أنه مثل فكرة، فكرة شبان خريجين الجامعات. ونحن نتحدث هنا عن فئة كاملة، أكاد أقول مئات الشهداء في السنوات الأخيرة وآلاف مؤلفة في 20 سنة الماضية منذ الانتفاضة الثانية. هؤلاء المئات تركوا مقاعد الدراسة، تركوا الجامعات، تركوا الوظيفة، ومن ثم انطلقوا إما نفذوا أو دعوا لتنفيذ عمليات ضد المحتل، وهذا نموذج لشباب الأرض المحتلة. دعوة المرشد تأتي في إطار الاتجاه الصحيح في الزمان الصحيح، في فترة، في يوم تقوم فيه دولة عربية بتهنئة الصهاينة على احتلال فلسطين، أقصد الإمارات، في حين دبي تهنئ الأحزاب الصهيونية أنهم احتلونا، تأتي دعوة المرشد لمكان محدد في الوقت الذي نتنياهو يقول فلسطين والقضية الفلسطينية والقدس ليست هي المهمة بل العدو إيران، يعود مرة أخرى ويؤكد على الاتجاه الصحيح في الزمان الصحيح في المكان الصحيح. وهنا أيضا سننتقل لقاسم عز الدين، وسنسأل أيضا عن دلالة هذه الأسماء، يعني الشهيد باسل الأعرج، سناء محيدلي، أتوا على ذكر شهداء، هناك اختلاف واضح في يعني التوجه في الدين، وكأن هناك تأكيد على وحدة ومركزية القضية الفلسطينية بعيدا عن أي انتماء آخر، هل هذا دقيق؟ يعني الخلافات بين المقاومين وقادة المقاومة، الخلافات أو الانتماءات الصغرى إذا شئنا، لا تفسد للود قضية. الانتماء الأساسي بالنسبة للمقاومة هو المقاومة، وعلى هذا الأساس تفرز وتستذكر، كما يقوم الآن قائد المقاومة المرشد الإيراني، وكما قام السيد حسن
بال 2008 أدرج السيد حسن رفات، سناء محايدلي وغيرها الكثير من الذين ينتمون إلى هويات سياسية مختلفة عن هويات المقاومة الإسلامية، لكن يجمعهم وجمعهم وسيجمعهم في منطقتنا وفي بلادنا وفي كل العالم هوية الكبرى، هوية الانتماء للمقاومة. سناء محايدلي في وصيتها، صبية عمرها 17 عاما، في وصيتها كانت تقول كما تقول المقاومة اليوم أنها تتجه إلى فلسطين لتحرير فلسطين، ولأن فلسطين هي مسؤولية شباب المقاومة وشباب الفقراء على وجه التحديد، وكانت تحفظ الدرس قبل أن تسمعه من اليوم من قائد المقاومة المرشد الإيراني، كانت تنتمي إلى هذه الهوية الجامعة. في نفس الوقت عندما قامت سناء المحايلي بعمليتها البطولية ندد بها كبار علماء السعودية، الشيخ عبد العزيز بن باز، محمد بن عثيمين وإلى آخره، تحت حجة أن هو ضرب من ضروب الفتك كما يقول وقتل الغيلة. الجنود الإسرائيليون الذين أحدثوا المجازر تلو المجازر بالزراري وفي كل بقاع الأرض، واحتلوا الأرض الجنوب وأرض لبنان وهتكوا ودمروا، تصدت لهم المقاومة وشباب المقاومة بأفعال بطولية قبل سناء محايدلي بشهر واحد. قام وجد الصايغ بنفس العملية وبنفس الاتجاه وعلى هذا الطريق وهذا المسار آلاف الشهداء ممن سبقونا وممن يلحقون. طيب ملحم ريا، ما الذي تعنيه فلسطين في الاستراتيجية الإيرانية؟ وذكرت بإجابتك الأولى بأنه هناك عقوبات وأسى تعرضت له إيران نتيجة الدعم للقضية الفلسطينية. نعم. بالتالي كيف لنا أن نصف هذا الثمن الذي دفعته إيران نتيجة هذا الدعم؟ محمد، ضمن استراتيجية إسرائيل، ودعني هنا أتحدث بداية عن استراتيجية إسرائيل والتي وضعها بن غوريون في خمسينيات القرن الماضي، كانت محاصرة الدول العربية عبر بعض الدول الإسلامية تحديدا إيران وتركيا من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع الأتراك ومع الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي. هذه المعادلة فشلت وتغيرت مباشرة بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 1968. أفتى الإمام الخميني فتوى مهمة جدا ولعلها الفتوى الأولى التي يصدرها عالم دين إسلامي، وتقضي بحث المسلمين على التبرع لدعم الثورة الفلسطينية والثوار لمواصلة نضالهم ضد الكيان الإسرائيلي، وأيضا دفع أموال الزكاة والخمس من أجل هذه القضية الفلسطينية. أيضا أول زائر زار إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية كان ياسر عرفات، و طبعا استقبل استقبال الرؤساء وكبار القادة استقبالا شعبيا ورسميا مهيب في الحقيقة، وذلك بعد تحويل السفارة الإسرائيلية إلى السفارة الفلسطينية في طهران. وأيضا الإمام الخميني وضع آخر يوم في أو آخر جمعة في شهر رمضان المبارك سماه يوم القدس العالمي، لتبقى هذه القضية حية في وجدان وضمائر الشعوب الإسلامية وأيضا شعوب العالم، الشعوب الحرة في العالم. إذن هذه القضية هي قضية محورية في الفكر الإيراني وفي الاستراتيجية الإيرانية، وحتى أن الدستور أيضا يتضمن دعم إيران لتطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة. أيضا سن قانون في عام 1999. نعم. هذا القانون يقضي بدعم نضال الشعب الفلسطيني، وفي عام 2018 سن قانون آخر أيضا
أيضا الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ردا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. إذا حقيقة هذا الأمر هو أمر محوري، أمر استراتيجي بالنسبة لإيران. كما ذكرت محمد أنت قبل قليل، رغم كل الأثمان والأكلاف التي تكبدتها إيران جراء هذا الدعم، لأنها لم تحيد عن هذا الخط وهذه المسيرة. قاسم عز الدين، وفق ما تفضل به الآن ملحم ريا، بالتالي ما الذي يدفع إيران لتحمل كل هذه الأعباء ودعم فلسطين؟ تكاد تكون إيران الآن الدولة الوحيدة مع حركات المقاومة هي التي تنادي بفلسطين من البحر إلى النهر، وبالتالي إيران ليست دولة عربية. أما الدول العربية والمعنية بأرض فلسطين العربية هي من تبيع وتتآمر على فلسطين. يعني إيران لو نادت فقط بالقدس على اعتبارها مقدسات إسلامية كان الأمر مبررا، لكنها تنادي بكل فلسطين. ما الذي يدفع إيران على الإصرار على قضية فلسطين كاملة؟ يعني إيران ما يدفعها طبعا معتقداتها بالدرجة الأولى، لكن إلى جانب ذلك هي هوية إيران، إيران المقاومة، إيران الثورة. ولا يمكن أن تكون ثورة في منطقتنا من دون ما تكون هدفها فلسطين وتحرير فلسطين. التضحيات التي تبذلها إيران وهي تضحيات جمة هي منارة هدى للشباب العربي والعالم العربي والعالم الإسلامي. ويكفي إيران فخرا وعزة أن فتيان الأمراء يكرهون إيران، هذه ميدالية شرف على صدر إيران وصدر المقاومة. الأكثر من ذلك أن إيران بسبب هذه التضحيات وبسبب تصميمها على أن تكون منارة هدى صوب فلسطين هي أيقونة العالم الثالث، هي أيقونة حركات التحرر، هي رمز، وهذا الرمز أصبحت تحتله في دول الجنوب ككل بزمن الصعاب. وهذه الكلفة التي تدفعها إيران وتدفعها المقاومة هي طريق الشرف وطريق الإباء وطريق التحرر، وهذا التحرر لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن نقيس وتقريش المسائل، هل تدفع إيران كل كلفة أم لا تدفع. من يريد أن يصنع التاريخ هو مستعد أن يدفع الكلفة ومستعد أن يضحي، وهذا ما تقوم به إيران منذ بدأت الثورة وهي مستمرة على هذا النهج. اسمح لي بالذهاب لملحم ريا فقط للسؤال عن يعني هذا الاحتضان الذي تحدثت عنه، وخصوصا اليوم نتحدث عن حملة لتلاوة القرآن للشهداء على طريق فلسطين، وما تحدثت عنه بالإضافة إلى مشهد آخر من قبل بعض الدول العربية، كيف لنا المقارنة؟ طبعا إذا أردنا الحديث الآن عن المشهد الإيراني، طبعا هو مشهد ناتج عن دوافع إنسانية بالدرجة الأولى ودوافع دينية وإسلامية. لو أرادت إيران تحقيق مصالح آنية ربما من خلال هذه القضية حقيقة يعني لا كانت الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شرطي الخليج كما كان عليه نظام الشاه سابقا، يعني إذا تخلت عن هذه القضية أو على الأقل صارت في الركب الأمريكي أو حققت تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إيران اختارت حقيقة الطريق الآخر، الطريق دعم شعوب المنطقة، دعم الشعوب المضطهدة والوقوف إلى جانبها. ولذلك نرى بأن إيران تدفع حقيقة كما ذكر الزميل قاسم قبل قليل، تدفع الأثمان جراء هذا الخيار الذي اتخذته، وحقيقة حتى الآن لا تزال مصرة على السير والمضي قدما في هذا الخيار رغم وعورة الطريق وصعوبته في الحقيقة والعقوبات الاقتصادية المرهقة التي تتعرض لها، إلا أنها لم تحد قيد أنملة عن هذا الخيار الذي اتخذته. على المقلب الآخر نجد بأن بعض الدول يعني اختارت طريق الانبطاح، خاصة يعني بعض الدول الخليجية التي بدأت بمسار التطبيع
تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهذا يعني حقيقة إما عن اعتقاد واهم بضمان التطبيع هذا بهذه الطريقة مصلحة أمنية ضد خطر إيراني مزعوم، وإما ربما يعني عن محاولة للتقرب من السيد الأمريكي أكثر لتنفيذ رغباته، خاصة بأن هذه الدول أو بعض هذه الدول كي لا نعمم مسلوبة الإرادة خاصة في خياراتها وقراراتها السياسية الخارجية. وليسأل هنا قاسم عز الدين عن الفلسطينيين وتحديدا سكان الأراضي المحتلة، وكعربي كيف يعني تلقى صداها هذه الدعوات، يعني منها هذه الدعوة التي نتحدث عنها اليوم على سبيل المثال، وتحدثنا عنها بالاستراتيجية، تلاوة القرآن للشهداء على خط فلسطين وللشهداء الفلسطينيين وهذا الدعم للقضية الفلسطينية. سأعطيك مثل محمد بالنسبة لسناء محايدلي تحديدا، كيف تلقت بال 1985 يعني بعد 3 سنوات من الثورة الإيرانية، وكيف كان الشيخ راغب حرب هو رغم أنها قومية سورية يعني إلى تيار سياسي مختلف، لكنها تأثرت كثيرا بالشيخ راغب حرب الذي واجه المجازر الإسرائيلية بأطفال الزرارية وغيرها. هي من سكان بيروت في حي شعبي المصيطبي، والمصيطبي هي قلب ثورة 1958 ضد الحلف الثلاثي. فعندما نريد أن نتحدث عن العالم العربي لا نأخذه بالإجمال، نأخذ بمناطقه، بالمناطق الحية التي نشأت منها سناء محايدلي ونشأ غيرها الكثير، والمقاومون الذين قاوموا وفيما بعد الشهيد عماد مغني والأبطال والقيادات وحتى المقاومين الذين لا نعرفهم وقدموا التضحيات في لبنان وفي فلسطين. التأثير المباشر ممكن أن نشعر به، لكن الجو العام يتأثر به كل الناس، وتتأثر به اليوم عندما تذهب إلى أمريكا اللاتينية ويتحدثون عن الثورة الإيرانية. هم ليسوا مسلمين ولا يعرفون العربية، لكن يتأثرون بالثورة الإيرانية من هجوم أمريكا على الثورة الإيرانية، وهذا يعم أفريقيا ويعم الهند ويعم العالم بأسره. هذا الإرث الذي تبثه الثورة الإيرانية في العالم ضد الظلم، وحتى في إسرائيل عندما قامت سناء محايدلي بعمليتها البطولية ضد الجنود الإسرائيليين كتبت هارتس مقالا تندد به بالغزو، لأن سناء محايدلي فضحت إسرائيل، هذه المرأة التي تسعى أمريكا إلى ما تسميه تمكين المرأة، تمكنت بالثورة وتمكنت على الأرض وتمكنت بالقتال وتمكنت بالدفاع عن الحق. شكرا لك قاسم عز الدين، لم يتبقى المزيد من الوقت للأسف، شكرا جزيلا لك ملحم ريا، وأيضا كان معنا ناصر اللحام، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا التحليلية، انتهت، في أمان الله.